اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، خاصة الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي ومصلحة الخبراء. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن، حيث وجه الرئيس الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، كما وجه بقيام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحيتها مع تخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال. أعلنت وزارة الصحة والسكان تحسن الحالة الصحية ل 26 حالة من مصابي حادث سقوط المدرج الرياضي بصالة ألعاب حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ومغادرة مستشفى السادس من أكتوبر المركزي والشيخ زايد التخصصي. وأكدت الوزارة أن الحصر النهائي لأعداد الإصابات جراء الحادث بلغ 28 مواطنا غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالة الصحية باستثناء حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى إحداهما مرتفعة الخطورة وجاري المتابعة. أعلن مدير شرطة باريس لوران نونيز اعتقال 11 شخصا يوم السبت خلال أعمال شغب في تظاهرة للأكراد في باريس وإصابة أكثر من 30 عنصرا من ضباط إنفاذ القانون. وتجمع آلاف الأكراد في ساحة الجمهورية بباريس للاحتجاج على إطلاق النار في الدائرة العاشرة بالعاصمة والذي أسفر عن مقتل 3 نشطاء أكراد يوم الجمعة. ويعتبر الأكراد الحادثة هجوما إرهابيا ضد الجالية الكردية في فرنسا، وبحسب المتظاهرين تقف تركيا وراء عملية إطلاق النار. تصدر كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان قائمة هدفي العالم خلال العام الحالي 2022 والذي يتبقى أيام قليلة على نهايته. ويعتلي مبابي قائمة هدفي العالم مع منتخب بلاده وفريقه برصيد 55 هدفا بعد تألقه الكبير مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 والتي أقيمت مؤخرا في قطر، وتوج بلقب الهداف برصيد 8 أهداف متفوقا على زميله في باريس سان جيرمان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 7 أهداف.